فإن العلماء الذين يشغلون أوقاتهم في تحصيل العلم النافع وفي بذله وفي نشره وتدوينه هذا هو الذي يبقى لهم بعد وفاتهم، وهذا هو الذي يكونون به أحيا بعد وفاتهم. فإن الناس إذا ماتوا إذا لم يخلفوا علما ولم يخلفوا شيئا من هذا الميراث وهو ميراث النبوة فإنهم ينسون ولا يذكرون بعد فترة وجيزة من وفاتهم، ولكن هؤلاء تمضي السنون وتمضي الأعوام وهم أحياء على ألسنة الناس وفي أذهان الناس وفي قلوب الناس، وهذا هو الذكر الحسن الذي يبقيه الله عز وجل لأوليائه. هذا هو الذكر الحسن الذي به حي هؤلاء بعد موتهم بمئات السنين، وقد نسي من كان في زمانهم ممن لم يكن على منوالهم وعلى منهاجهم. فنحن الآن في القرن الخامس عشر، ومع ذلك هناك أعداد كثيرة من سلف هذه الأمة دائما وأبدا نسمع ذكرهم، ودائما وأبدا تمر بنا أسماؤهم ويمر بنا علمهم فنستفيد من علمهم ونترحم عليهم وندعو لهم، وهذه هي الثمرة وهذه هي الفائدة الحقيقية من العلم النافع. ومن اشتغل بتحصيل المال وبجمع المال ولم يشتغل بالعلم النافع لا يرثه إذا مات إلا أولاده وإلا ورثته، وأما هؤلاء فإن ورثتهم كثيرون وهم ليسوا منحصرين في زمان، وإنما يرثهم العلماء ويرثهم طلاب العلم في كل زمان وفي كل مكان، فيستفيدوا من علمهم ويذكرهم بالخير ويثني عليهم.